السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت وتحدي جديد. بهذا الفيديو راح أعمل تحدي صراحة هو بالنسبة لبعض اليوتيوبر أتوقع يكون سهل جدا، بس ولكن يعتبر لي جدا صعب. التحدي إني ألعب السماعة معكوسة. ليش بالنسبة لي صعب؟ لأني أنا بلعب وفي عن نظام اعتمد على نظام الإشارة، ما بعتمد على نظام الصوت ولا نظام الخرسان. أنا بشوفه أنه هو بساعدني مع نظام الصوت، لأن نظام الصوت ما بيحذفوه، بدخله ظل موجود نظام الصوت وبالإضافة بحط لك نظام الإشارة فوق منه، وأنا بعتمد دايما على نظام الإشارة ونظام الصوت مخفف للأخير. فالتحدي كان لازم ألعب على نظام الصوت وأشيل نظام الإشارة وأقلب السماعة بالعكس. راح تشوفوني مثل الأهبل حرفيا عم بلعب قدامكم. مشاهدي متابعي لنهاية الفيديو، ولا تنسى تحط لنا لايك والاشتراك وتستناني كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة الساعة 6. وطبعا إذا تحب تعطيني أي تحدي مثل باقي المتابعين، وهذا التحدي اللي أعطاني أحد المتابعين، تجيني على الفيسبوك على البث المباشر، ومن بعد الإفطار إن شاء الله البث مستمر. وطبعا أهم شيء ما تنسى لازم تبدل السماعات محلها حتى بتحس الشعور اللي أنا حاسه. طبعا السماعة المكتوب عليها حرف ال L حطها بدناك اليمين، ومكتوب عليها حرف ال R حطها بدناك اليسار، هيك تكون انت صرت مثل حكايتي عم تسمع بالعكس. ومشاهدي ومتابعي الفيديو، لا تنسى اهم شي اللايك والاشتراك، ولاي ثانية رح توصل ارجو انك تكتب لي تحت بالتعليقات حتى اعرف لوين انتم عم بتوصلوا بالمشاهدة. واللايك هذا جدا مهم، بحفزني وبيزيد انه القناة تصل او توصل فيديوهات لناس اكثر. وشكرا لكم ومشاهدي ومتابعي نهاية الفيديو. قتلته ربك، قتلته. انت قتلته؟ ايه قتلته، تعال. هو بالك وين قتلته؟ وين بيضربني؟ لك والله رب لا دوخ اللي تصعد عندي اقتله كله. لك انا بوت بوت. قتلته تعال. مو عندك رضعات؟ مو عندك رضعات؟ اشرب رضعات. لا بك الشبع عندي. خلصت. حتى الدم هذا والله قتله. ها اذا ما قلت له هذا انا راح ازعل عليك. قتله بوت. يا بك لك مو بوت، مو بوت. حبيبي بوت بوت، هذا بوت بوت والله بوت، والله بوت ورب الكعبة بوت. يا بك تعال جيب صاحبي يا بالبوت. لك بوت بوت. ابذوريتش اربعة تعال. لك هذا بوت بوت بوت. بس تعال يا ابني. يلا بلا كتل ما عد عتاد، ما عد خلصت ودب، ما عد عد الدم. عم بقول لك هذا دم. امسك هذا، امسك امسك، اشرب هذا، اشرب الرضاعات، امسك اشرب الرضاعات. تعال تعال بوري، تعال وياي، تعال امشي امشي بلا امشي، خذ الرضاعات وامشي. يلا مشينا بالطيارة، مشينا بهاي الطيارة. يلا جيتك جيتك جيتك. ولك امشي خلاص، امشي امشي حاج، امشي امشي حاج، امشي امشي امشي، لا تستخدمها، امشي. شكو؟ ولك ارك. تعالوا انا. والله ما عندي سلاح. انزل انزل انزل، خذ اذا بدك. شنو هاي؟ تنطيك هيل. هذا يموت واحد صاحبي تقدر تداويه بهاي. وانت تداوي نفسك بالبانديج؟ ايه لحظة او تطقيه كذي ترجع. يا تخاف؟ ايه تطقيه. اه يعني ما يرمها؟ ما يرمها. ايش يسوي؟ يلفق دم. شوف شوف عندك مثل هاي، عندك مثل هاي تحت. تعال 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 تعال، عندك مثل هاي، عندك مثل هاي.
هاي هاي البيدي شايفها؟ لا ما عندك جواب هاي؟ ايه عندك مثلها؟ تمام. وثينا التنش قبل شوي شايله. عده ما هي. ايوه هاي ممتاز، هذول الاثنين ممتازات، ضل طلق بيهم. هاي للبعيد، شوف شوف، لا ارجع. هاي للبعيد والتنش شايلها للقريب، تمام؟ هاي للقريب بس صار بوجهك. انت لا توريهم شيء، طول بالك بس. تعال خبب هين، قعد هين. تعال قعد هين، قعد. خلاص خليك. والله انا بلا دوخ ما بعرف العب والله. انت كرمت. والله انت دايخ من قبل ما تلعب. اه انت كرمت كثير. يا رب انت كرمت. تعال بيناس، تعال ارجع خليك بالصندوق، اقعد 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 خلاص اقعد اقعد. تمام. الله رمي. ما شافوني. والله واعي اذا ما كنت اخذت اطلع معاك. هذا عجبتك. تعال ايش تبكم مع ناس ثانيه؟ تعال يمين، تعال يمين، تعال يمين، تعال. لا اسمه بالهذا؟ ايه تعال تعال، خليك بش اسمه، خليك تعال. طلعت ولا خلي خلقني خلقني. كم كاش يا شباب؟ كم واحد تكاتب؟ سؤال حدا. كم واحد تكاتب؟ ثمانية. كم واحد تكاتب؟ تكاتب ما يجوز. الثاني بيشتكي ويعالج هو انا بشيء غلط. شو قلت لعبه الشضياء المجون كثير شلوا الشيء كله. اللي عندي واحد ايش شوك بنت السرعة شوك؟ يا وينه؟ شو بدك تسرع؟ واحد وراك واحد وراك.
وينو؟ وينو وراه؟ شفته 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 هذا والله شفته 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 تمام تعال بدي اتركه والله عن ابو لا بس هاي ما شو ربي فلش 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 يجي لك فلش مالتي فلش يجي لك فلش البناية بعد الشهر هاي تلعب لو بارتي واو وقصح بفوق وقصح يجي لك ستفستا ايه معك بس طولي بالك كيف هيك تبدي بسرعة آه آه بس هاد. لا بقى بس واحد. رح هذا طيب فوق. وراك بقى الواحد. بس بالك ورا. شايفه شايفه بس طول لي بالك. خليها هي اللي يضبط اموره للزمان خوكو بس بقتل بس طقيه وش لا بطقيه لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.